صباح الخير لي زامي، صافا عليكم؟ مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله فلوج جديد، نهار جديد ان شاء الله. وهذا الفلوج يمكن يكون فيه يومين، على وديت غنديروا عيد ميلاد لصاحبتي، واليوم ان شاء الله نخرجوا نشريوا داكشي اللي محتاجينه من عند مهم نفاخات، شي حاجه بحال هكا سميه شي حاجه، وغندوزو الباتيسري باش نكومونديو على الحلوه اللي غتعجبنا باش يوجدها لينا ان شاء الله الغدا. ويمكن غدا ان شاء الله غنديرو شي فورينوار انا يمكن في الدار، على ودي خويا عنده عيد ميلاد لو 22، غنديرو له حلوه، نقدر نصوركم منها شي حاجه ومن بعد غنديكم عند صاحبتي. المهم تبقاو معايا، اي حاجه درتها نخرج دابا شويه. بغيت نوريكم هاد الشجيرات ولا هاد الغريسات اللي درت. مهم في الانستغرام، ناس الانستغرام غتكونوا عارفينهم، على ودي كنبوستيهم ليكم. هذا الحبق درتو، هانت تبارك الله شو كبرات نينا. هذه القطه ديالي كتموت على الفلفله، هانت شوف عويناتي صافي. وهذه الفلفله، الفلفله كتكون بحال هكا في الموف، ها انتم شوفوا كتبان لكم كتكون بحال هكا في اللون الموف، ومن بعد كتولي هكا، كتولي بحال هكا حمراء. كاين اللي كتولي كاينه الفلفله خضراء وكاينه فلفله حمراء. المهم انا يغرس هذه اللي في الحمر فلفله، انتم شوف راه عامره لداخل فيه، ها انتم شي حبيبات راهم راهما كاينين. وصافي هادي غير نتزين، ما عارفاش الحقيقه سميتها، المهم دايره بحال مبره هكا كيقولوا له. صافي ها هي لي زامي، صباح الخير. انا دابا نيشان ترينيت انا وخويا، شوف الماتيريال. المهم سميتو نقفل الموسيقى، ترينيت دابا عاد سالينا صافي، ودابا غندوزو نوريكم الكماله ديال الفيديو. المهم الفيديو يكون فيه شي 3 ايام، المهم كل نهار وكنصور لكم وعاد ندير المونتاج، وان شاء الله يطلع زوين. يلا بقوا معايا تشوفوا شنو كندير نهاري كامل. لي زامي انا دابا يلا دوشت ساليت، دخلت للكوزينه لقيت ماما صوبات هادو بيتزا صغارين بحال هكا، وصوبات خبيزات ديال هومبرغر ها هما. وصافي دابا نشوف شنو غدير عاوتاني ونوريكم. عاد ندخلهم دابا غير الفران. صافي دابا ماما لقيتها كدهن لي هومبرغر صغيورين ها هما، كدهنهم ببيضه طربوها وديروها صافي. وغدير عليهم جنجلان هاي وحده مصوبه. صافي غتكملهم كاملين بالجنجلان وغتخليهم حتى يخمروا شويه، ومن بعد ندخلهم الفران وصافي. وهادشي اللي كاين. المهم سميتها لا جينواز، دخلناها من قبل الفران، درنا جوج ديال لي جينواز باش تجي الحلوه عاليه شويه، ماشي رقيقه، تجي عاليه. ومهم انا نوريكم اي شويه ديال لي زيتاب بالنسبه للحلوه وصافي. اما الحلوه راه نخليها لكم في الاخر ديال الفيديو، غتلقاوها راه ما فيهاش بزاف، في 4 دقائق مورليكم كلشي كيفاش تقدروا ديروها، واخا ما تعرفوش ديروا الحلوه راه تجيكم ساهله، مورياكم كلشي الاخر ديال الفيديو، غتلقاو بركو عليه في اللين غيديكم نيشان لا فيديو. المهم بقاو معايا. صافي دابا لا جينواز الاولى اللي درناها شويه عاليه قطعتها على جوج، والاخرى خليتها صحيحه حيت جات رقيقه. صافي دابا كنسقيهم ماء والفاني. صافي دارت الماء والفاني والسكر وصافي، ودابا كتسقيها ها هي باش غدير فوقها الكريم شونتي، ياك كريم شونتي طربات. والمهم انا كنوريكم غير كيفاش دارت له وصافي. اما لي زيتاب والمقادير وكلشي غتلقاهم في لا فيديو، راه عندي كامله داكشي راه ساهل.
المهم هانتوما كتشوفوا كيما عاد دير عاد تصوبوا بهاد لاسباتول هادي عاد تصوبوا تقادو ومن بعد دير فوقو القرقاع وسميتو دير الطبقه هادي الثانيه ديالها غتحطها فوق منه وتا هي تسقيها ونعاودو نديرو سميتها غنديرو عاوتاني الطبقه ديال الكريم شونتي وعاد دير هذا لي فروي كونفي ما عرفتش واش بان ولا لا سوريس كونفي ما عرفتش واش بان نحاول نطلع لكم هاو هاكا بان لكم هاي خدات هنايا 11 درهم يمكن هنايا خديناها زعما الطبقه الاولى تكون بالقرقاع الثانيه بهاد لي سوريس وصافي والفوقانيه كاع هي اللي غتكون غتسقيها عاوتاني من الوجه ديالها وغديري لها الكريم شونتي ومن بعد غتزوقيها بالشوكولا المهم نتوما الزوق كيما بغيتو يلا منين سالي نعاود نرجع لكم صافي هيا غطيناها كامله بالكريم شونتي ها نتوما تغطات كامله صافي دابا غنزينوها من الفوق من الجناب ديالها ها نتوما كتشوفوا غنزينوها كامله وها نتوما تشوفوا صافي حنا سالينا دابا الزين ديالها هيا كي جات المهم حيت التزيين كله كيبغى يديرو صافي ها نتوما كلها دورتها بالشوكولا صافي بحال هكا دابا نحطوها في الثلاجة وصافي ونبداو نوجدو البيتزات والهامبرغر كيفاش غنصوبوهم المهم بالنسبه للوصفه ديال البيتزا وهذا والهامبرغر غتلقاوه في صندوق الوصف غتلقاو المقادير تما راه المقادير اللي درنا بها بيتزا درنا بها حتى الاخر يعني عجينه وحده تخرجوا منها جوج حوايج صافي المهم نبقاو معنا حتى الليل ان شاء الله باش ندوزو بعدا البيتزا هما الاولين وعاد نشوفو كيفاش نديرو سميتو غنزينو الصاله ونزينو شحال من حاجه وتبقاو معنا وعد ثاني عيد ميلاد يكون حتى لو 24 هذاكشي علاش قلت لكم هذا الفلوق يكون طويل شويه يعني عيد ميلاد الثاني اليوم لو 22 عيد ميلاد صاحبتي عاوتاني لو 24 هو اللي خرجت باش كوموندينا على الحلوه برا اما خويا صوبناها له هذه في الدار صاحبتي كوموندناها برا شرينا لها شي حويجه وصافي حتى خويا شري لنا شي حاجه تنكونوا كنزينو وغتشوفوا معايا كلشي يلا بقوا معايا لي زامي دابا درنا البيتزا درنا فيه خرجناها من الفران درنا لها نص طيبه كالعاده درت الفلفله والبصله ديناها وجبناها نتوما كما كتشوفوا معايا ها هي فلفله بصله المهم درنا شويه درت لاصوص حتى هي دابا كنديروا فيهم الطون من بعد نديروا فيهم فرماج باش ندوزو والزيتون ما نساوش وصافي وغندخلوهم الفران غير بيد ما يذوب سميتو الفرماج ديالنا وصافي ودابا غندوزو عاوتاني نصوبو الهامبرغر حتى هو نديرو له كفيته الخاص المهم داكشي اللي غيحتاجو المهم وبقى معنا يا زامي دابا انا كنصوب الهامبرغر قبيله توريتكم ما وريتكمش البيتزا هي ساليتها هي ساليت البيتزا ندخلوها الفران باش يذوب الفرماج ودابا بدينا في الهامبرغر ها هما حليتهم ها هما كاملين تحلوا دابا كدير ماما الخس فيهم الكفته قليتها هي على قدهم درت هنايا لاصوص درت فيها مايونيز درت فيها كيتشوب درت فيها بصله رقيقه درت فيها معلقه صغيره نيس هذه اللي فيها هذه معلقه ديال الهريسه
وصافي وخلطته مزيان. هي باش درت هي اللي هانت درتها لتحت هاي كوم صوص ودرت هادي. من بعد نديرو كفيته، من بعد مطيشة وفرماج. هذا وفرماج هذا غنديرو. صافي هادشي اللي كاين. ليزامي المهم حنايا دابا جينا عند يسرى للدار ديالها، نطلعوا دابا شويه. جبنا الحلوى، جبنا كل شيء. المهم هذه هي اللبسه اللي لبست اليوم. صافي المهم ملي نطلع للدار باش نكونوا كنوجدوا. بقاو معايا. ليزامي كان هذا هو النهايه ديال الفيديو ديالنا. ان شاء الله فيديو جديد ولا فلوغ جديد، ما عرفتش شنو غندير لكم، واش شي وصفه ولا شي خرجه. عاد شفت بالله ما درتش النهايه ديال الفيديو وانا كمونطي. المهم فيديو جديد ان شاء الله.